متابعينا الكرام عبر قناة مغرب نيوز، أنتم على المباشر من دوار بيكي عمارة محمد عين حرودة، حيث كيتم الآن هدم المنازل العشوائية أو البناء العشوائي كما يسمى في إطار محاربة البناء العشوائي وتجهيز المدينة تجهيز حضاري وتجهيز لائق للسكن. كما كتلاحظوا القوى العمومية وكذلك المصالح القائمة على محاربة البناء العشوائي حاضرة هنا بجميع مقومات ديالها، الدرك الملكي والوقاية المدنية وكذلك السلطات المحلية وجميع الجهات المتداخلة من العمالة بحضور يعني مكتف وفي إطار يعني حد ساعة أمور هادئة يتم هدم البيوت الغير لائقة للسكن يعني العشوائيات. كما تلاحظون متتبعي قناة مغرب نيوز دائما بدوار بيكي اللي كيتم فيه الآن هدم المباني العشوائية في إطار محاربة البناء العشوائي بهذه المنطقة وبعمارة المحمدية. قدمك السي عزيز بقى مريبوشي بقى نشوف تي في كتصور دوار بيكي قريب ربما غادي تكون هذه أكبر عملية هدم بعد المنطقة منذ بداية محاربة البناء العشوائي في إطار بناء مدن متحضرة، مدن ذات هندسة معمارية لائقة، وكما تعلمون أن تجهيز المدينة الحديثة أو المدينة الذكية هي على مستوى زناتها. بالنسبة لهذا البناء هنا هو بناء بالقرب إحدى القنطرات، هذه القنطرة هذه اللي كتربط بين مدينة المحمدية و 17 وكذلك الطريق الساحلية، احنا على مقربة منها. هناك بناء فعلا يعد عشوائيا ربما لا يليق بجمالية المدينة والمنطقة ككل. دائما معكم عبر مغرب نيوز على المباشر، وذلك من أجل نقل هذه العملية ديال الهدم اللي فعلا هي تعتبر ربما من أكبر العمليات لحد الساعة. الأمور لحد الساعة فهي أمور هادئة، يعني الناس القوة العمومية كتخدم بواحد السلاسة لحد الآن. هناك عمال بكثافة وآليات من أجل هدم هذه المنازل، وحسب ما رأينا فإن هذه المنازل التي يتم هدمها فهي فارغة، يعني سبق أنهم علموا مالها وربما خواوهم. حد ساعة المنازل اللي تم الهدم ديالها فهي غير مأهولة بالسكان وليست هناك أي مقاومة أو أي امتناع من طرف الساكنة لحد الساعة. لحد الساعة لم نسجل أي خرق أو لا أي اصطدام ما بين المواطنين والقوى العمومية المكلفة بهدم هذه المنازل العشوائية. الأنقاذ فقط هي المتواجدة هنا، لا يوجد سوى كما كنسميه الردم، وهذا هو حال البناء العشوائي.
كما كتلاحظوا معايا هنا فعلا هناك مظاهر للبناء العشوائي. ملي كتوجد داكشي ماشي يعني ما كيخولش انه يوفر السلامة والامن والامان للمواطن او الساكنة. كما سبق لنا وذكرنا لا توجد هناك مقاومة أو امتناع من تنفيذ الهدم. ربما الأغلبية ديال المنازل اللي تم الهدم ديالها راه فارغة من السكان، يعني فايتين معلومين. كتبقى فقط هناك بعض المنازل الغير فارغة. ساعة بقى الأمور هادئة والعملية تمشي في سلاسة. دوار بيكي عين حرودة المحمدية. عملية هدم المنازل العشوائية أو البناء العشوائي بهذا الدوار، دوار بيكي القرب من حربيلي ودوار الحجر، على إطلالة من القنطرة التي تربط بين المدينة الذكية زناتة و 17. كما شرنا على أن لحد الساعة العملية تتم في سلاسة، لا وجود لي مناوشات او مقاومه او امتناع للساكنه. حتى من خلال مظاهر ديال الهدم البيوت فهي فارغه، لا يوجد فيها احد. أعزائنا متتبعي قناة مغرب نيوز، كنتم معنا عبر المباشر من دوار بيكي عين حرودة المحمدية. إلى اللقاء في مباشر آخر في أخبار أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.